من أصعب القرارات على أي جهاز فني إنه يتولى مسؤولية فريق في منتصف الموسم، وتزداد المهمة صعوبا إذا كان الفريق ده مطالب بإحراز أي بطولة وكل بطولة بياخدها. ده كان الموقف الحقيقة قبل ما يتولى مسؤولية تدريب النادي الأهلي مع مستر بيتسو موسيماني. كيفن جونسون المدرب أو مدرب فريق الأهلي السابق هو ضيفنا طبعا في السادسة على شاشة الأهلي. بداية بنرحب بيك جدا الحقيقة على شاشة النادي الأهلي، وبشكرك جدا على ظهورك معنا في السادسة. Good evening to everybody. مساء الخير للجميع في مصر، خصوصا جماهير النادي الأهلي، وأود أن ألقي التحية على لاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني ومجلس إدارة النادي الأهلي. مساء الخير للجميع. مستر جونسون، خليني الأول أكلمك عن تجربتك اللي قضيتها مع النادي الأهلي، إزاي بتقيمها، وكانت إيه هي أسباب أو أهم أسباب موافقتك على تولي مسؤولية النادي الأهلي، تدريب الأهلي؟ في بداية الأمر، المدة التي قضيتها مع الأهلي كانت مدة مهمة ومفيدة جدا لي. المدة التي قضيتها مع الأهلي بالتحديد، كما سألت، فالأسباب هي التي دفعتني لأن أتقبل المهمة مع الأهلي. هو نادي القرن في أفريقيا، هو أفضل نادي في أفريقيا، هو كان شرف لي أن أنضم لهذه العائلة. وطوال المدة التي قضيتها في الأهلي كنت فخورا. والأسباب والسبب الرئيسي في البداية كان الكوتش بيتسو موسيماني، حينما طلب مني أن أكون مدربا مساعدا له بعد فترة المرض التي انتشرت في جنوب أفريقيا. ولكن كان الأمر سعيدا، بالغ السعادة، أن أنضم لنادي القرن في أفريقيا. إزاي بتقيم التجربة دي، وخصوصا أنكم توليتوا المسؤولية في فترة صعبة جدا، ورغم الظروف الصعبة اللي واجهتكم قدرتوا تحققوا عدد كبير جدا من البطولات والإنجازات مع النادي الأهلي؟ بالطبع، حينما تعمل في النادي الأهلي وتتفهم طبيعة الكرة المصرية، فأعتقد حينما تفعل ذلك ستكون الألقاب مضمونة. ولكن بالنسبة لي كان أكبر شيء لي في الأهلي هو تفهم الثقافة المصرية وثقافة الفريق. الفريق لديه أكثر من 110 سنة، أجيال مختلفة من اللاعبين الرائعين، بداية من رئيس النادي، هو شخص رائع جدا ولائع، واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، وهو أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية من وجهة نظري. فحينما تتكلم عنه ستتكلم عن أفضل رئيس نادي قابلته، وليس فقط كرئيس نادي الأهلي، ولكن عموما. فكل هذه الأشياء ترسم لك وتوضح لك لماذا الأهلي هو فريق قوي، ولماذا هو أقوى فريق في أفريقيا، ولماذا الأهلي من أقوى الفرق العالم، ولماذا الأهلي لديه أكثر من 60 مليون مشجع في مصر. فهذا النادي، فتفهم ثقافة هذا النادي يجعلك ناجحا طوال الوقت.